الو، مساء الخير يا فندم. من فضلك والله انا كنت عايز ابلغ عن وجود قنبله محليه الصنع حوالين الاسم. ايوه هتنفجر كمان دقيقه و17 ثانيه و16 ثانيه 15 ثانيه 13 ثانيه 12 ثانيه 10 ثواني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايز ايه؟ من فضلك والله طلع لي الأحراز اللي موجودة عندك الجديدة عشان أخدها وأطلع على النيابة فورا أسجلها. أحراز أنت عميت مش شايف الاسم كله بيتفجر. ما يتفجر يا سيدي، ما يولع الاسم. في عدالة لازم تقام وفي أوامر لازم تنفذ، العدل لازم ياخذ مجراه. حتى التليفون مش عايز يجمع. الله يخرب بيتك جمع. حاول تاني يا سيدي. مفيش قنبله ولا حاجه، دي طلعت اشاعه. ايه؟ اتفضل يا عم اهو، طلع في الاخر اشاعه. سامع؟ اما انت كريم يا رب. الحمد لله الحمد لله، قلبي كان هواف والله. يبقى انزل زقه. تمام كده. السلام عليكم. يا نصار امسكوه. حرامي. امسكوه. خدوه. يا نصار سلع السلاح. امسكوه بسرعه. فوق لو سمحت من فضلك. ايوه بقى. في عربيه عدت من هنا، عربيه حمراء. ايوه مشيت كده تقريبا. شكرا. ربنا يحميكم. اطلع بسرعه. ربنا يحميكم يا رب. البلد باظت على فكره، البلد باظت. ايه يا عصام يا حبيبي؟ ايوه يا حبيبتي، لسه في التمرين يا بابا. هتخس هتبقى شبه الخله. اه لا انا بقى هطلع على الاسكواش، انت عارفه انا بعشق البرياردو. طب بقول لك ايه، جبت بخافة الربو بتاعت رنا؟ طب كويس. لا هي احسن من امبارح بكتير. راح ترسم وشها يا سيدي وهتجيلي وبعدين هنجيلك على طول. مامي مامي يا حبيبتي. اوه ما تخافيش يا حبيبتي. انت فين يا عصر؟ وتليفونك بيدي مشغول بصفه مستمره. أكيد يعني أنت في الملعب دلوقتي. طب خلاص سخن بقى على ما أنا غير هدوم وأجي لك. أهلا 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 سعادتك. إزيك يا عصوم؟ إزي سعادتك عم عامل إيه؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. ما تيجي نتكلم في الشغل على طول عشان خاطر أنا عندي بس المدام على بره والمكان قلق كده. يا راجل أنت مستعجل على إيه؟ خلينا نروق دماغنا وإحنا بنلعب. خلاص أوكي. بابي حبيبي بابي حبيبي بابي حبيبي بابي حبيبي رنا بنتي اخر العنقود. مدام هيا مراتي. اهلا وسهلا. سيده القصر سعداني بيه، يعني مشاريع مصر كلها بتاعته. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. عايزك تقطعه يا بابي. اقطع مين؟ بس عيد كده. ايه ده؟ معلش بقى الاطفال احباب الله، اخر عنقود ما اقدرش اعمل اي حاجه. طبعا ان شاء الله تبقى عروسه كده. حب بابي قد ايه؟ دكتور. يلا 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 عاصم انا هستناك على البول بقى اخلص. ماشي روح على البول والطعميه لو سمحت. اتفضل. معلش 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 والله عارف عملت لون برضه. معلش شوكولاته بالحليب. اتفضل اتفضل. خليني في الشغل بقى. بقول لحضرتك ايه؟ خير
امسك بس ده بتاع المحروس ابن سعادتك، والله لقطته من الاسم قبل ما يطلع على النيابه، لولا ان هو عريس جديد. الفوطه بس لو سمحت. الفوطه. ايوه ايوه عشان بس معلش حاجات بتتبقى. ميرسي يا عصر، ميرسي قوي. ايوه بعد ميرسي ايه؟ ميرسي وانا بقدم لك كاس. انا عايز انت عارف القضيه دي بتاعت السلاح بدون ترخيص ده لو عند نجاة الفيومي اللي انا مدير مكتبه كان هيشمطك في كام؟ مش اقل من مليون، انما انا هلسعك في 250. ده معاك الراجل ده برضه؟ وفي اربعه غيره برضه. اتفضل اتفضل. عاصم عاصم سنجاري حب العزيز. سخنت سخنت لما اتفقعت. طب يلا يضرب سيرفي من جديد. حاضر. اوه انا اسف كنت هتطير عيني يا بني ادم. حاك علي. انا اسف اسف قصدي والله مش عارف انا كرة كرة عايز تنفخ. معلش بص عنا ازاي. انا اسف معلش والله. عاصم نعم انا عايزك في موضوع مهم جدا، والموضوع ده بقى يخصني انا شخصيا. هو الحرز كان ايه؟ فرش حشيش. بس انت ايه اللي عرفك ان انا هتكلم معاك في الموضوع ده دلوقتي؟ ساعدني باشا ساعدني باشا. انا اهم مدير مكتب لاهم محامي في البلد، وسموني عاصم سنجاري عشان اوبن مفتوح زي السمكه بتشوف الحشو اللي في السمكه قدام عينيك. الموضوع ده عشان يخلص ارنب شيك بمليون وكان شيء لم يكن. ارنب ايه ومليون ايه؟ دي قضيه متلفقه يا عاصم. ديل يا فندم ديل ديل. بكره هبعت لك ملف القضيه على المكتب. بس الله يخليك انا مش عايز اي حاجه تسيء لسمعتي يا عاصم. عيب هو تاجر المخدرات يغير سمعه سعد الباشا؟ عيب. بقول لك ايه؟ معاك حته من الدوفر دوفر كده من ال دوفر؟ ايه دوفر دي؟ دوفر 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 من الفرشة اللي تعفش ولا الحرز اللي تعفش. ايوه 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 معايا حته. ايوه ايوه حلو قوي. ابعت لي بقى شيك ب 2 مليون على مكتبي. 2 مليون جنيه ايه وبتاع ايه؟ احنا مش متفقين لسه على مليون جنيه؟ عشان نخبي عليا انك هربان من تنفيذ الاحكام واخد حكم. ساعدني باشا لازم الوكيل والموكل يبقوا واكلين مع بعض. اوكي مع اني مش عارف هجيب لك فلوس مصر منين، بس هتصرف. هكتب لك شيك بمليون جنيه واستلف الشيك التاني من امي. خلاص يبقى شيكك وشيك امك يجوني على المكتب. اوكي؟ ان شاء الله. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ شفتي؟ بهدلته، قطعته، ولا بتتكلمي على البدله؟ الاثنين قمر يا حبيبي. حبيبي لحظة. الو؟ ايوه مين معايا؟ مليجي؟ اوكي باي. ايه ده؟ المكالمة كده انتهت خلاص؟ مفيش وقت خلاص الدولار عالي. بتتكلمي في ايه؟ حبيبي الداد. ماي هارت داد. بيبي داد. الو ايه مليجي؟ ارحمني بقى من مواعيد الغيطان دي اللي انت بتديها لي دي. اسال على غرزة عصعوص. غرزة عصعوص؟ ايه اللي على اليمين دي فيه حمار قدامها؟ انا ورا الحمار على طول. مليجي! مليجي! خش! انت فين؟ اخش فين؟ ايه الضلمه دي؟ معلش المؤاخذه النور مقطوع. النور مقطوع ماشي. أي. ايه ده؟ انا دست على حد ولا ايه؟ لا ما تشغلش بالك، ده الواد مصعب بتاع الولعه. مصعب بتاع الولعه؟ مننا وعلينا يعني. ايوه خش زي ما انت. لا مؤاخذه مصعب هو ما بيردش ليه؟ انت فين بقى؟ بص عد اربع جوز، انا الجوز الرابعه اللي على اليمين. انت الجوز الرابعه؟ اه مش خلص بتاع مصطفى شعبان ده ولا؟ خش زي ما انت. ايه ايه متنكر ليه كده؟ انت عارفني اي مكان بحب انزله انزله شبه الناس اللي موجوده فيه بالظبط. الله الله عليك يا ابو التواضع كله. امال ايه ولبس تاجر قلل ده اي كلام ولا ايه؟ نازل شبه الناس. بقول لك ايه؟ عملت ايه في الحرز بتاع سعداني بيه اللي انا قلت لك عليه؟ ايه
ايه يا باشا، احنا رجالتك طول عمرنا. ايوه وحياتك. الحجز ده من خزة النيابة لقيت ساعتك على طول. حبيبي 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 وابن حبيبي يا مليجي، فين الحرز؟ اتكلمت الحرز وديتنيش حرز، فين هو الحرز؟ يا معلم. اه فين بقى الفرش المضروب اللي هتحط مكانه؟ يا معلم معلم. بص عليا، يمكن التاجر قاعد جوه ولا حاجه. حبيبي يا مليجي، بقول لك ايه؟ مول هي الكميه اللي هي بتاعت النسبه بتاعت المخدر اللي موجوده في الفرشه المضروبه، متاكد انها اقل من الكميه اللي موجوده في الفرش بتاع الحرز الحقيقي؟ عيب يا باشا. انت فهمت الجمله اللي انا بقولها ولا؟ فاهم والله يا باشا. انا مش عارف انا قلتها صح ولا غلط. فهمتها صح يا باشا. قلتها صح؟ قلتها صح يا باشا. صح. حلو ده. على فكره ايه؟ انا بعينيا دول شايف مراته وهي بتدعك في الحنه في البيت عندي لغايه لما طلعت لك الحاجه الحلوه دي. ليش طالع؟ مراتي مراتي. ايه ده انت طالع مطلع؟ ايه ده؟ عايز ارد على مراتي، تعالى بره. رد عادي يا باشا. رد عادي هنا قدام الرجاله كده عادي؟ ايوه يا باشا، كلنا بنرد على حريمنا هنا. رد عشان ما يبقاش شكلك وحش قدام الرجاله. لا وانا يعني لو رديت قدام الرجاله هبقى شبه جورج وصوف. يا باشا جمد قلبك ورد. امال يا عم قوم بقى خلينا نخلص. ايوه ايوه يا حبيبتي ايوه. لا ده انا بزور واحد صاحبي في مستشفى الصدر. اه شالوا البواسير، لقوه كويس راحوا حاطينها له تاني. انا جاي يا حبيبتي. مال وش شبه اللي عليه كمبيالات كده ليه؟ صباح الخير يا عصام بيه. مش حد سامعني. الاستاذ منتظر حضرتك نص ساعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. الاستاذ سعداني بعت حضرتك الظرف ده. اه شكرا لسعادتك. يوصل يا فندم. شكرا لسعادتك. سيارة. ايه الاخبار يا دلو؟ تمام. ايه حبس الوزير فرق بدون وصيه الوزير؟ البلد دي عمرها ما هتنضف ابدا ابدا ابدا. الواحد بيحمد ربنا ان هو شغال مع واحد زي الاستاذ نجاتي، من انضف الشخصيات وانقى البني ادمين اللي اشتغلت معاهم. هو وصل؟ من 10 دقايق. قشطه. قصدي ميرسي بوكو. اوكي. على فكره ده اللي انت عارفه انا بعزك ليه؟ ليه؟ لان فيكي شبه من هند صبري في فيلم الجزيره. اوكي. باي باي باي. ايه 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 قلت لك 100 مره ما تخضنيش بالطريقه دي. شيكين ب 2 مليون جنيه باسم سعادتك. ايه؟ مبروك عليك. 2 مليون؟ لا كده بقى بخضني في اي وقت. يا امي يا امي. حوارهم ايه بقى ال 2 مليون دول يا عصام؟ حوارهم شمال وحليته. اه. سعدان النجار، سعادتك عارفه؟ لا. سعدان النجار ده راجل محترم جدا وتاجر مخدرات واتحكم عليه بسبع سنين سجن وهربان من تنفيذ الاحكام. والراجل خايف يخش القفص. ما يطلعش منه. طبعا مش ضامن البراءة. الله عليك، خدتها من على حنكي. أنا بقى رحت بقى وجبت البراءة بتاعته. وبدلت الحرز في قلب الخزنة وكل حاجة تمام. ما فاضلش غير إن سعادتك تقوم من مكان حضرتك تروح على المحكمة تلبس الروب، سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، حكمة المحكمة، وتجيب البراءة وتيجي. بموت فيك يا عاصم، بموت فيك. طول عمرك وش خير. تحياتي يا ربنا يخليك. 250 ألف حصتي في الشيكين. كم؟ 250 ألف حصتي في قلب الشيكين بتوع اللي هم 2 مليون. حاضر يا عاصم. و250 كمان زيهم ثمن الحرز. الاثنين زي بعض؟ ايوه ما هو ده 250 وده ده انا مش حاسب حتى المشاوير بتاعت الرجاله. أيوة. والشاي والقهوه والحاجات دي انا فاهم. كل دي مصاريف، دي حاجه كومبليمون مني. خلاص خلاص يا عاصم. اتفضل. ادي 250 ألف.
حصيتك في العاصمة الأمر عاصم سنجاري. عاصم سنجاري ما سنجاري هي مش باينة سين يعني؟ لا مكتوبة شنجاري. لا ما فيش ياسيني ما تخليش أشرب بقى السين. لا ده طبعا طبعا أوكي يو أسف معلش بس عشان خاطر ما يرجعوليش من البنك هيرجعوني. لا مش هيرجعوني والله بيتلككوا على حرف والله عمرهم ما رجعولك شيء. امسك الله يخليك يا فندم. وده شيك تاني ب 250,000. ايوه لما اصرف انا بقى ال 2 مليون دول تمن الحرز. والحرز واجب. وبناء على المثبت بمحضر النيابه من تحديد دقيق للحرز وطبعا هو فرش الحشيش من حيث الوزن ونسبه الماده المخدره فيه فانني اطالب عداله المحكمه بعمل مقارنة بين الحرز المثبت في محضر النيابة وبين الحرز الحالي وسوف تكتشف عدالة المحكمة اختلاف واضح بين الحرزين بالعين المجردة. نعم بالعين المجردة دون اللجوء إلى خبراء أو متخصصين. بعدها يا حضرات المستشارين اصدروا حكمكم تطبيقا لقول الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية لحين إعادة فحص الحرز الخاص بها من جانب لجنة أخرى بمعرفة اللجنة المختصة. رفعت الجلسة. محكمة عن حياة النفوس. حضرتك طبعا تسمع عن قضية رجل الأعمال المعروف فادي أبو دومة ومعالي الوزير بهجة عثمان. تقصدي قضية الرشوة طبعا. أي بس البشوات أمالهم في حضرتك كبير. أنا مجرد وسطة خير. هم بعتني مخصوص عشان عارفين الموقف كله ممكن يتغير وجود محامي كبير زي حضرتك في القضية. ثانية واحدة بس. داليا بلغ الأستاذ عاصم يجيني حالا. أكمل ولا إيه؟ أيوة هكملي ما تقلقيش ثواني بس يجي عاصم. القضية دي أصلها تخصه هو. مساء الخير يا فندم. تعالى يا عاصم. تحت أمرك. أحب أعرفك بمدام حياة النفوس يا فندم. حياة النفوس معقولة؟ معقولة يا فندم؟ في حد ما عرفش مدام حياة النفوس نورشان آدم؟ حياة النفوس نورشان آدم ده ما يبقاش عايش على المجرة. ما نزلش في كشف البني آدمين. ملوش في الفيس. واضح إن حضرتك شخصية معروفة. مدام حياة جاية بخصوص قضية فادي أبو دومة والوزير بهجة عثمان. بهجة عثمان. أي. يعني زي ما تقول هي وسط خير يعني. لا هي انا سوري اكيد هي غلطت. هي تقصد انها الوسيط الخفي في القضيه مش وسط خير مش كده ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ مين ده؟ ده عاصم سنجاري يا فندم. عاصم سنجاري اللي هيطلع سعادتك والبهوات زي الشعر المعجين. وحضرتك بقى مصدق الاشاعات اللي بتتقال عني دي؟ والله في اشاعات وفي اشاعات مش كده نجاتي بيقول ايه؟ تمام. وفي اشاعات تانية بتقول انه مش معقول مدام حياة النفوس نورشان ادم تخش في الموضوع كله شوشرة ورأي عام ورجليها تيجي في القضية اكيد ليها مصلحة اصيلة في القضية. افندم رجلين سعادتك ماله بالسمانة هيجوا في القضية.
مين ده؟ ده عاصم سنجاري يا فندم. عاصم سنجاري اللي ماسك الفرع الشمال في المكتب هنا. بص يا مدام، بص يا باشا، اتفضل. الموضوع كله في الشرايط اللي اتسجلت على فادة بدومة وسيادة الوزير. الشرايط دي بقت في ايدينا، ساعتك عارف ان دي لعبتي. يبقى خلاص مفيش ايه؟ مفيش قضية. فينيتو لا موزيكا. مفيش قضية فعلا. يا مدام لازم تعرفي حاجة كويسة قوي، ان الوكيل والموكل لازم ياكلوا مع بعض. هي دي سمعة الحياة. سمعة الحياة؟ ايوه فندم، يعني تواصل الامجاد. اسكت. شوف يا استاذ عاصم، اتفضلي. رغم ان اسلوبك وطريقتك وكل حاجه بتقولها مش عاجباني خالص، ميرسي يا فندم، ربنا يخليك، الا ان انا مضطره اني اوافق بس عشان خاطر البراءه. لا تعب 15 مليون. نعم. ايه ده؟ بقول 15 مليون. ما ترد على المدام يا عاصم. ارد اقول ايه؟ انا كاتب ايه يا هانم؟ احنا هنخرجك من المركب الغرقانه انت واللي معاكي. ليه رافع في الماكسيمم كده؟ يا مدام انا رافع في الماكسيمم عشان كله ياكل مام. مام على فكره الجمله دي دايما بتضحك في المواقف الوسخه. سوري يعني، معلش. ممكن اسال حضرتك سؤال بس؟ اتفضل. معلش انا هضايقك. هو الكانوليا اللي انت حطاها دي ايه؟ كانوليا؟ بتحس انها ليه؟ من النوع اللي بتصير الرجال. لا اسكت. قصدي اقول البرفان بتاع حضرتك مسيل قوي للرجال. بالظبط. ايوه بيسيء للرجال. او انا ممكن اطلب طلب؟ اتفضل. ممكن اخش الحمام؟ اتفضل. ايه؟ 15 مليون جنيه؟ ده انا ما كسبتش نص المبلغ ده من الوزاره. وانا موافق على المبلغ. خلاص. يبقى تشيل انت الموضوع من اول الاخر. انا التزاماتي كتير قوي برضه يا فادي. كفايه قصات الجزيره اللي اشتريتها في البحر الكريم. الجزيره دي تمنها قطم وسطي. خلاص يا معالي الوزير، قطعت قلبي والله. مش قادر استحمل يا فادي، مش قادر استحمل. انا هتحمل الفلوس كلها. يعني خلاص حضرتك هتدفع 15 مليون؟ ايوه. بس تتاكدي اولا ان الشرايط فعلا معاهم قبل ما تدفعي مليم واحد. ما هو الرز اللي عايز الفلوس بتاعته كلها كاش، وبصراحة بقى ده غيتة ومصيبة، وأنا عايز أخلص منه. أنا نفسي أفهم الجدع الزلطحي ده مستعجل على إيه؟ الجلسة لسه قدامها أسبوعين. أنا هدبر لك المبلغ وأقول لك هتستلميه إزاي وفين وإمتى. أنت خلاص بح. يعني إيه بح؟ مش فاهمك. أنت مش لسه واخد شيك أهو؟ أيوه يا فندم، ما هو ده تمن الحرز، وأنا هروح أجيب بيه عسلية، ده تمن الحرز. أنا أي اشتغل صدقه كده؟ مواطن ماشي عادي في خلاص الدنيا. خلاص خلاص بني ادم كده ماشي كده في الهواء كده. خلاص يا عاصم، سوها عليا. ولا سوها، ما هو لا سوها تنفع ولا سعاد. ماشي. 15 مليون. ايوه. نسبتهم في الجذر التربيعي 3 على 15000 جنيه على كل ربع جنيه، بيوصل الرقم تقريبا حوالي 2 مليون 930. ايه الجذر التربيعي ده؟ اللي هو بتاع اسمه الباينس. الباينس ماينس زائد بلس على 15%. مش هما 2%؟ بيدونا 15000 جنيه في ربع جنيه. امال فين الواد اللي هيسلمك الشرايط ده؟ اتاخر قوي. لا اتاخر ايه؟ مفيش حاجه اسمها تاخير على عاصم سنجاري. 5 ثواني. عد. 5 4 3 2 1. فين يا سيد؟ سميت وبيض وجبنه. اهو انت على رسوس. رسوس ايه؟ ببيع سميت وبيض وجبنه. يا عم بالراحه علينا بودانك اللي سابقه وشك دي. بيجي بيسلم عليك بيقول لك اتوصل. طلباتك كلمه السر. عندك بيض؟ عندي بيض ابيض ولا احمر؟ من ده على ده. ابيض فحمه. ابيض فحمه. يبقى اجي لك في شم النسيم بقى. طلباتك عايز رغيف بيض بياض بيض، ورغيف بيض صفر بيض. تمام. بتتكلم ايه ده؟ كل دي كلمه سر؟ امال ايه؟ الدولار على كل حاجه، حتى بيض الغلابه. طيب احنا وصلنا لحد فين يا عم شكوكو؟ رغيف بياض بيض ورغيف صفر بيض. حلو قوي. فاضل لك حاجه واحده بس وكلمه السر تكمل. تمام الكلام كده. تمام. خد. ايوه هات. قشط عليك. خد دول حطهم مطرح دول. تمام. سلام. سميت وجبنا والبيت خالص. سميت وجبنا والبيت خالص يا فادي بيه. خلي بالك
نسبة الوسيط عليك. أنا راجل عندي التزامات وقصة الكريم يقرب. ما تحسوا بينا بقى يا أخي. أهني نفسي بالأرض ومش هنختلف. وانت عارف مين كان حيموت على الأرض دي؟ ربنا يكفينا شر الموت وسيرته، بس الحي أبقى من الميت يا معالي الوزير. أنا بس أركب الكرسي من تاني وحظبطك أنت والشعب. والله دمه خفيف. والله أنا ما أعرف إن دمه خفيف كده. أمال ليه بيطلع مكشر كده في قلب التلفزيون؟ ده جزء من 5 شرايط موجودين معانا في حوزتنا بتوعنا، مش كده؟ يعني احنا دلوقتي معانا الشرايط وسعادتك معاك الفلوس. طب انا ضمني بقى ان انت مش عامل نسخه تانية من الشرايط دي. الفلوس، الفلوس بتهدي النفوس. مفيش فلوس بعيد عنك، في ناموس. فهتدينا فلوس نديك شرايط بس. ده اخر كومنت عندي، مش كده ولا يا استاذ محمود؟ كومنت ومحمود. اوكي ايوه. اعتذري من الميعاد والتسليم بين العصر والفجر. العصر والفجر؟ ليه المسافه الطويله دي كلها؟ يعني تمويه، هو دايما كل مواضيعه فيها تمويه. طب ده مره عمل تمويه. خلاص واحد. خلاص خلاص، واحنا قاعدين، احنا قاعدين بنتغدى. لا التمويه بتاع الراجل اللي مات فيه ده. تمويه ايه وسكر ايه يا نجاتي بيه؟ لحظه واحده اخلص الموضوع. يعني اقول حاجه بدل ما انا قاعد ساكت؟ النبي يا حاج رستم الله يخليك. رستم مين؟ ومحمود مين؟ انا نجاتي. جرك ايه يا عاصي؟ اهدى لو سمحت، مش هنبهدل نفسنا قدام الناس. اتفضل. اوك اوك. يلا نجاتي بيه. يلا ايه؟ واضح انه مفيش فايده. تقول لك اوك مش موافقه. يلا مش موافقه يا بني ادم، يا بني ادم. اوك يعني انا موافقه. فهمت؟ طب ما انا عارف بس بصدف. هو ده عاصم. على فكره يا استاذ عاصم، اموريني انت بجد دمك تقيل قوي قوي. عايز اقول لك حاجه. الكانوليا اللي انت حاطيها مسيراني جدا. كانوليا؟ عامله ايه؟ والله مسيراني جدا. مسيرك يعني ايه؟ يعني في سياره، يعني في عندي سياره. ايوه لا سياره الرجاله. بصي هقول لك على حاجه. أنا قلت كلامي والكرة في ملعبك، خديها ونطقيها على وش رجلك، ولو عندك سمانة مقلوظة اضربي مدفعها. خلص الكلام والبندقية اتكلمت. أنت قلقان من إيه؟ أنا الحذر واجب برضه. أنت بتستعطب الوزير؟ الوزير ده ماسك في الحكم من أيام المماليك. أنت عايز كمان افرض افرض حياة النفوس دي متراقبة، رجلينا تيجي معاها ليه؟ ايوه استاذ عاصم. ايوه انا مستنياك في الاوتيل. عارفه ميدان جهينه؟ عارفه. هتكملي على طول كانك رايحه على بوابه اسكندريه الجديده، اليوتيرن اللي قبل بافرلي هيلز. ارجعي على اول بوابه تدخلك على الحزام الاخضر، وهتمشي في طريق طويل. على يمينك شجر وعلى شمالك شجر. امشي في النص يا غزال وبرندر. هتلاقيني بعد النص راكب عربيه جيب كحلي ازازها في مين. سلم واستلم يا غزال. أموت أنا. صباح الخير. صباح الخير يا باشا. فضلك والله ممكن أولع بس. بس كده يا باشا؟ ده عنينا ليك. حاضر. أي حاجة يعني. تفضل يا باشا. شكرا. تفضل يا باشا، ده شرف لينا كبير. الله يخليك. شكرا. تفضل يا باشا. شكرا. بالله عليك يا باشا. الله يخليك. والله لا تتفضل يا باشا. الله يخليك يا حاج. ده شرف لينا. شرف لينا يا باشا. خلي يا باشا. يا حاج خلاص يا باشا. خلي يا حاج. ينفع جوه ولا حاجه؟ يا عم انا غلطان ان انت تولعت. خلاص يا باشا. خلي يا باشا. خلي يا باشا. يا باشا هنا ولا منين؟ يا باشا
ابوك البراء. ما تنساش تبلغ فادي بيها. ايوه طبعا الشرايط كلها معايا. ودفعت الفلوس ولا لا؟ يس. مبروك. باي باي. باي. لو سمحت مفيش بوابة خروج تانية غير دي على طول كده. طب متشكرة قوي. شكرا. استأجلت اخرتك حياتي. ليجي شوف من ينفعني المستشفى وبيته ما يحتاجش تعريفة. فاهم؟ ساعدني باشا. كنت عايز خدمة لسعادتك في المستشفى الخاصة لسعادتك شريك فيها. يا نور يا حراميه. إيه؟ انا حياتي النفوس تلعبوا بيها. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه يا مدام؟ الله 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 اهدي شويه. هو مش المفروض المفروض ان انا اقابل عاصم سنجاري اديله 15 مليون يديني الشرايط؟ صح صح. خلصته ولا لسه؟ هو ايه اللي خلصنا ده؟ هو اللي خلص عليا. اخد ال 15 مليون واداني شويه شرايط مضروبه فيها اغاني هابطه. بتضحكوا عليا انا يا مدام؟ من فضلك اهدي. هو فين دلوقتي؟ انا اللي جاي اعرف هو فين. انا ما اعرفش. اه يبقى انتوا عصابه ونور وضحكتوا عليا. لا يا مدام من فضلك بقى. بقول لك ايه؟ يا الفلوس يا الشرايط. مفهوم؟ ايوه دي الو. ايوه مدام هيا. ايه مستشفى؟ مستشفى ايه دي؟ طب ايه دي؟ ايه دي من فضلك؟ انا جاي لك حالا. استنى هنا. رايح على فين؟ مين اللي في المستشفى؟ عاصم عمل حادثه ونقلوه المستشفى. يا خبر. طب وهو عايش ولا ميت؟ علاش عرفني؟ انا كل اللي يهمني فلوسه بس. وانا كل اللي يهمني الشرايط. يلا انا جايه معاك. انا اسف جدا يا فندم ما قدرناش نعمل اي حاجه. استاذ عاصم سنجاري تعيش انت. عاصم مات. انا عايزه اشوفه دلوقتي. ما تضحكيش يا مدام لان الحادثه شويت وشه تماما. شدي حيلك. بقى لله.
بقاء لله. سعيكم مشكور. بقاء لله. سعيكم مشكور. يا أستاذ نجاتي، في واحد على البوابة بيقول إن قريب المرحوم. مدام هيا، في واحد بره بيقول انه ابن عم المرحوم عاصم وعاوز يقابلك ضروري ضروري. حمام في الجنينه بره. حمام؟ ايوه. مش حضرتك مزنوق وعاوز تعمل هوي؟ مزنوق وهوي ايه؟ بقول لك هوي 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 يعني بحي وبمسي. نعم. ايه عايز مين حضرتك تبقى مين؟ ايوه بالراحه، رد على اني سؤال في الثلاثه. وامتحان ولا ايه؟ مش ده ايه؟ ليه؟ المفروض انا ارد شويه شويه. نعم يعني استعين بصديق بقى على الاجابات دي. صديق ايه بس؟ احنا مش فوازير يا اخي، احنا في حاله ما ينفعش فيها وجع الدماغ. احنا عندنا حالة وفاة. حلو. انا بقى جاي عشان خاطر حالة ام وفاء دي. ام وفاء دي اللي عندكم جوه. احنا ما عندناش حد هنا اسمه موفاء. على طلع عندكم جوه حالة ام وفاء. عندنا حالة وفاة. وفاة وفاة ميت. ميت؟ ايوه ميت. طب ممكن اقابل المرحوم؟ جاي تقابل ميت؟ اتصدق انا ما ما جاتش خالص على بالي. طيب يا سيدي اديني بقول لك. طب نعم. ممكن اقابل مرات المرحوم؟ تحت امر حضرتك. حاضر. طب اقول لك ايه يا باشمهندس، انا بقول دلوقتي انا عايز اقابل مرات المرحوم. أيوة. حضرتك بتقول لي افندم. أيوة. انا المفروض اعرف ان انت المرحومه. بقول لك تحت امرك، يعني اقول لها مين حضرتك؟ ايوه هتقول لي انت مين؟ هقول لك انا محامي المرحوم. الف مبروك والله. مبروك على ايه بس؟ على كده المحامي القتيل ده. طيب يا سيدي متشكرين، كتر الف خيرك. طب سعيكم مشكور، مع السلامه. غنبكم مرفوض. بص نعم، انا هقول لحضرتك على حاجه. قول. انا ممكن اقابل مرات. انت هترجع في وشي؟ مرات المرحوم، انا عايز اقابل مرات المرحوم. نقول لها مين؟ ولا حد من ريحه المرحوم. يعني ايه من ريحه المرحوم؟ يعني اي حاجه انا هقرشك في ايدك، انا يعني فانيليته بنطلونه اي حاجه. يعني اخش لراس المرحوم اقول لها فانيله المرحوم عاوزه تقابلك؟ طب والنبي ده كلام. قول لنفسك يا ده 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 ده. قول لنفسك ده 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 كلام. اقول لها فانيله المرحوم. ما تقول لنفسك. قول لنفسك انت. الله ده حاجه غريبه قوي. اقول لها ايه؟ انت مين؟ ابن عم المرحوم. انت ابن عم المرحوم؟ ايوه انا حنكو عبد الرحمن السنجاري هواري ابن عم عاصم عبد الرحمن جمبر السماوي. لا مش ممكن. ليه؟ واي ونط. مش ممكن. انت ابن عم عاصم الله يرحمه؟ امال مين خالته؟ ايوه انا ابن عم عاصم. لا بس عاصم عمره ما قال انه ليه ابن عم بالله. متاكد من الكلام ده؟ خلاص خلاص من غير ما ترجع في وشي. امال ايه طيب؟ طيب يعني انت ابن عم عاصم. امال ايه؟ طيب دي احلى بقى. اتفضل. انا حدي خبر لمرات المرحوم. خليك زي ما انت. اوي 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 مرحبك يا عاصم يا ابن عمي. الله يرحمه. دنيا يا حاج. ايوه دنيا. كل
من عليها فين؟ فعلا كله رايح. كل من عليها والله فين؟ كله رايح. طبعا طبعا. لبس بيروح، فلوس بتروح، ايوه، اكل بيروح، ايوه، مرسى مطروح، كله بيروح، كله طالع عريان منها، حدش هياخد حاجة خالص. كله هيطلع ايه؟ كله هيطلع عريان منها. عريان بدلتك دي هتسيبها وتمشي. مش معنى انا يا اخي. انت مش بني ادم. انا بني ادم بس لما يجي معادي انا حقلع البدلة وابتكل على الله. ماشي، اما يبقى يجي معادك ما تعملش فيها وطوات انك مخلت فيها. لا مش مخلت. عموما انا مش هطول، انا جاي في كلمتين هنا مع مرات ابن عمي. بص بقى مرات ابن عمي. لا لا خد خد، مش دي. مش هي يا حاج، استنى، مش دي، تعالى. مرات ابن عمك هنا. امال دي مين دي؟ لا دي جايه تعزل. جايه تعزل؟ وده وقت عزال. مش عزال، عزا. جايه تعزل ليه؟ جايه تعزل. عزا عزا. وده وقت عزا برضك. ايوه، مش عندنا ميت يا سيدي. انا عايز مرات ابن عمي. اهي يا سيدي. فين هي؟ اهي اهي. اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ ايه دي؟ ايه ده؟ هي دي؟ ايوه هي دي. هي دي كانت موجوده واحنا واقفين؟ ما يعني وقعت علينا من فوق. انا مش فاهم هي ايه، ازاي جت دي؟ يعني ازاي كانت قاعده؟ الله، دي برزت من قلب المخده ولا ايه دي؟ ايه برزت دي؟ ايه الكميه اللي قاعده دي يا حاج؟ هي دي مرات ابن عمك. لما مؤاخذه مرات ابن عمي ما يقصدك الا قوي، هي الا ليه كده صحيح؟ ابن عمك الله يرحمه كان بيرضى بقليله. بيدخرها يعني؟ ايوه. عموما انا جاي لك في كلمتين وصيه قالهم المرحوم عاصم ابن عمي. ايوه بس انا عاصم عمره ما جاب لي سيره عنك ولا قال لي ان عنده ابن عم اسمه حككو. حككو؟ لا هي تقصد حالك. ايه حككو؟ هي بتهزقنا ولا ايه؟ لا يا سيدي. امال ايه حككو؟ اعذرها يا اخي. الاسم البيئي. معلش هي. الاسم البيئي حككو. انا بقى اسمي حككو انا. يا سيدي هي عشان زعلانه شفايفها بتضرب في بعض. عموما ما علينا، اذا ما كنتيش مصدقه اتفضلي. ادي البطاقة الشخصية بتاعتي، اكشفها عنها في اي مستوصف. لحظة من فضلك. اتفضل، اتأكد من اي مستوصف اذا كنت حابب. مظبوط. يعني انت ابن عمه فعلا؟ امال يعني جاي اتصور؟ اه طبعا ابن عمه بجد. طب قولي هو كان بيستعر منك ليه؟ عشان شايفني بلطجي شوية. اه. طب وايه يعني؟ شقي حبتين. وفيها ايه؟ ايوه فيها ايه؟ مجرم اربع حبات. ايه اللي حصل يعني؟ ولا حاجة. ها؟ عشان يعني انا بتاجر شوية في المخدرات. شوية ولا؟ وحبتين تانيين في السرقة والنصب والقتل والنهب، وايه ياخدي لما اخش واسرق بيوت واقلب ناس وادي لناس فقراء. يعني انت حرامي؟ لا مش حرام، انا عندي رجالة بتسرق زي الفل. وبتاجر في المخدرات. بتاجر في المخدرات اكل بشرف. لا بسيطة. بسيط. إيه. عموما يا اخ حنكو احنا متشكرين ليك قوي 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 وانس وشرف. مع السلامه. مع السلامه. ايه؟ الف سلامه. خلاص سلامه. ايه يا حاج وانا جاي بالسفر تقولي مع السلامه؟ ما انا عاوز ايه انت؟ ايه اللي عاوز؟ انا انت اللي عاوز ايه؟ انا راجل هنا صاحب بيت ومكان. صاحب بيت مين؟ انت ايه اللي بتقوله ده اصلا؟ ايه اللي انا بقوله؟ بقولك انا صاحب بيت ومكان والدليل اهو. اتفضلي امسكي. ايه ده؟ هو انت كل شويه تطلع لنا حاجه؟ امسكي واسمعي ده وانت هتفهمي كل حاجه. بلاي اون. هيا، التسجيل ده لو وصل لإيديك عن طريق ابن عمي حنكو اعرف ان انا حصل لي حاجة، وسامحيني هيديك شنطة صغيرة افتحيها واسمعي اللي فيها كويس قوي، وساعتها هتفهمي كل حاجة وهتعرف تعمل ايه. ولو عوزت اي حاجة اي حاجة اطلبيها من حنكو ابن عمي. سكت الكلام. طب ما قالكش اي حاجه تانية يا استاذ حنكو؟ حضرتك المدام؟ لا. وما بتسالي ليه؟ يعني 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 طب فين بقيت الحاجات اللي معاك؟ الشنطه فين؟ حضرتك المدام؟ لا. امال ايه بتسالي ليه يا سيدي؟ انا المدام. فين بقى الشنطه اللي هو قالك عليها؟ حضرتك بقى المدام. المفروض كده. ومن حقك تعرفي فين الشنطة؟ كويس. الحقيقة بقى دي بقى الحاجة الوحيدة اللي أنا مش عارف أفكر فيه بصراحة. ليه بقى؟ مش متذكره. فين بقى الذاكرة بتاعت الشنطة؟ مش موجودة خالص. إنما بقى اللي يعني فكروا شوية كده يعني حاجة كده 15 مليون. آه. و
تقريبا شنطة وشرايط. ايوه يعني عاوز تقول ان الشنطة اللي معاك فيها 15 مليون؟ حضرتك المدام؟ لا 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 لا. تسأل ايه؟ لا انا مش المدام. الله لا ايه يا غالي انت تقلعني ولا ايه؟ خلاص تسألي ليه؟ خلاص طيب خلاص خليك المدام. الله زعلان ليه كده؟ اهدى هو مش عاوز يفهم. معلش عشان خاطري قول لي يا استاذ حنكو ايه موضوع الشنطة؟ حضرتك المدام؟ يا لهوي لا هما بتسألي ليه؟ يا سيدي انا ام المدام. الله طب تندهيلي بنتك خلينا نتفاهم معاها. لا انا كنت قاعد مع امها ليه انا؟ انا جاي ابلغ رسالة و اتكل على الله. طب ما عندي ما انا بقول لك عيلة قاعدة تقول لي لا دي مراته. طلعت امه يا عم. يا عم مراته وانا عبيط يا ابو الحاج. دي مراته دي مرات ابن عمك الله يرحمه. ومرتاحة شخصيته امها يعني ولا ايه؟ يا سيدي انا هيا طب ما تتنكريش بقى مني بقى عيب. الله العظيم يا رب. حقك علينا انت فهمت غلط او هي بتتكلم غلط. هي مرات ابن عمك. خلاص اتفضل بقى اتكل على الله انت والحاجه اللي معاك دي. وانا جاي اشحت منك. لا معلش بقى انا مش طالع من هنا الا باذن المدام. باذن ايه وانت خارج من حاجه زي هتعمل لي فيها ظابط الباحث؟ بيت البيت هنا. يلا يا حاج اسرح في دور بره اقعد جنبيه. يلا يا حاج انت هتكلمني على البتاع ده لوحدي. يلا يابا انت جاي تاكل هنا وتقلب المدام. ماشي يلا عندي مرات ابن عمي. ماشي وانا عبيط مرات ابن عمي يا عم. ماشي يا حاج اقعد انت بقى مرات ابن عمي مالكيش دعوه. يلا يا حاج يلا يا بتوع الموالد يلا يا سريحه يلا يلا في 60 داهيه يلا يلا امشي اجروا شوفوا لكم اي كنيف وخدوا فيه. الله انت يا بني ادم انت ايه اللي انت هبته مع الناس ده يا اللي اسمك ما اعرفش اسمه ايه؟ حنكو حنكو ابن عم المرحوم عاصم. انا مالي؟ ايوه الناس دي مستغله وعايزه تاكل وتشرب وتقعد. الله طب انا هسيبك عشان خاطر التليفون الخصوصي. انا قاعد بره اي حركه انا قاعد للناس دي. دي ناس بتوع موالد وانا عارفهم. ايوه يا رنا ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ انتي كمان وحشتيني. بابي كويس سافر باريس وبيسلم عليكي قوي بيقول لك وحشتيني جدا. ايه؟ لا 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 مرات ابن عمي. ايه؟ لا اصل انا عندي لا انا قاعد انا عندي شويه فكر. لا فكر فكر وجرجير. لا طب تصبح على خير يا مرات ابن عمي. تصبح على خير. اوي 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 ناقصين فضايح احنا. مش وقته مش وقته دلوقتي ننشر غسلنا الوسخ يا فادي. هنتصرف ازاي يا حياه؟ نجاتي الفيومي هيجيبه بحجه انه يتكلم معاه في الميراث وطبعا كلمه من هنا كلمه من هنا اكيد هيعرف يوصل لحاجه. اما بقى حكايه الفلوس اللي راحت فصدقوني ده كان غصب عني. اعمل ايه؟ مش وقته الكلام في الموضوع ده يا حبيبتي. بس عارفه لو ليكي يد في الموضوع ده هقطعها. سيادة الوزير حياة طول عمرها مننا وعمرها ما تعمل كده. بس نلاقي الشرايط الأصلية الأول. يا سلام يا سلام يا أخويا ونرجع تاني ندفع ال 15 مليون مش كده؟ أنا يا سيدي اللي هدفع تاني. ما تقلقوش اعتمدوا عليا. بس عارفة يا حبيبتي أنا مش هفضل قاعد هنا مستني أقتص 50 سنة سجن. أنا لو وقعت هتقع كلكم معايا وأنتي أولهم. هقول لهم مين هو الوسيط يا حبيبتي.
هو احنا مش هناكل ولا ايه؟ ايه بقى الزكاوة في ان انت شلت البراد من هنا ورحت حطت هنا البراد؟ ايه الفرق؟ الزكاوة هدتك ان الشاي مكانه، السكر مكانه، كل واحد يقعد كده مكانه. يا اخي بيبي يا ليكو انتوا تعبتوني، يا ايه جاي روحي زنوبة، تعالي زنوبة، مفيش حد هنا غير زنوبة ويا الشرشوب بتعمل قاعدة هنا. روح الله يخرب بيتك. يلا يا اخي قابلتونا يا اخي، على ابو زنوبة اللي جاب زنوبة. ده انت المفروض شبشب زنوبة مش زنوبة. عطر بشداد بيختم علينا ولا ايه؟ وانت مالك انت كمان ما مفنشه دماغك كده ليه؟ مفيش، زهقانه بس. زهقانه انزلي البسين على طول. ماليش نفس. ماليش نفس ايه وانا بقول لك انزلي المطبخ؟ بقول لك انزلي البسين. مفيش نفس ليه بقى يا ست النظره؟ بابا ما بقاش بيكلمني ولا بيتصل بيا خالص. طب يعني هتلاقيه يعني اكيد مشغول يعني. لا، مامي بتفضل تتكلم معاه، واول ما بروح اكلمه الخط بيقطع ومش بيتصل تاني. نهوة على ال الدبكة اللي انت عاملها، كل ده عشان خاطر الخط اتقطع؟ دي ست اي حاجة عندك مقطوعة هاتيها وانا اخيطها او الحمها. خيط ازاي يا انكل؟ ده خط بتاع التليفون. ايوه ما انا عارف، بس انا بستعبط عشان خاطر اضحكك. ايه ده؟ ايه ده؟ انت عرفت الحركة دي ازاي يا انكل؟ لا ما انا ما ده احنا ياما ياما كنا بنلعب انا وابوك يا عاصم. ده مره عاصم نط من فوق النخله وانا روحت نازل رش فيه على طول. يا بلاوي ياما. صباح الخير يا مرات ابن عمي. صباح النور. صباح الخير. ايه مش هتفطر ولا ايه؟ والله انا بصراحه انا اول مره افطر الفطور الجامد ده. امال كنت بتفطر ازاي يا انكل؟ يدوي. كنت بفطر يدوي يعني، وانا على التروسيكل كده كنت اروح خاطف اي سندوتش كده وانا ماشي يعني. طب ليه بابي ما كانش بيخلي حضرتك تيجي عندنا؟ انت طيب قوي. ربنا يخليك يا حبيب. انا بس بابا كان بيقعد يتحايل عليا كتير قوي وانا كنت عندي شغل. طب هو حضرتك بتشتغل ايه؟ انا بشتغل اعمال حره. يعني ايه اعمال حره؟ يعني انا حر في اللي انا بعمله. وايه اللي حضرتك عايز تعمله؟ عايز اكل. ابوس ايدك سيبيني بقى. رانا وبعدين عاوزين نفطر في سكات بقى يا حبيبتي. حاضر يا اتفضل يا استاذ حنكو. ما بلاش استاذ حنكو دي و خلي ال ال البساط احمدي ونرفع بينا وبين بعض الكلفه. طب حضرتك ما عندكش اولاد يعني اناديك باساميهم مثلا؟ عندي خمس ولاد وامهم وقع عليهم سقف البيت ماتوا غرقانين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فكرتيني بالمصيف. انا راح بيجي حته مايو يا مرات ابن عمي. والله حته مايو سوسه من اليمين وسوسه من الجناب والشمال. لا خلاص انا اسفه اني فكرتك بالازمه الرهيبه دي. ولا ازمه ولا حاجه، بكره اجيب مايو غيره. يلا مامي. هو احنا ممكن واحنا بالليل نايمين يقع علينا سقف البيت ونموت؟ على فكره يا بنتك ما شاء الله ذكيه، دي على طول قدمي لها في القريه الذكيه. يلا يا حبيبتي عشان ناخد شاور. يلا طب وايه شاور؟ انتوا هتحلوا من غيري ولا ايه؟ انا رايي تفطر على بال ما نروح نحلي ونيجي وهجيب لك طبق. ها خلاص يا ريت. والنبي حتتين ترشي معاكي مرات ابن عمي عشان ساعات نفسي بتنوع من ال الشمر ده كله. دي ولا ايه يا مرات ابن عمي؟ اهلا 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 يا مرات ابن عمي. اتفضلي شابي زيق زيق شاي. ايه اللي انت عامله ده؟ يعني مش حراسه ولا هي اي كلام؟ لازم اللي معدي يشوف نار ووحش قاعد ولا ايه؟ ايه تشربي زيق شاي ولا كرسي معسل ولا سلوم؟ بقول لك ايه يا استاذ حنكو. اتفضلي. هو انت يعني لسه ما لقيتش شنطه المرحوم؟ يا خبر بصراحه انا محرج مني خالص وفي نص بقي بصراحه، لان انا العز والفخفخه اللي انا متزروط فيهم هنا دول واكل بقى وعربده، بخش الحمام 18 مره في اليوم. انا ما مش قادر، فبصراحه نسيت يعني الحاجات دي منسياني يعني. طب بقول لك ايه، انت مش شايف ان المده طولت كده وبقالك اكتر من اسبوع؟ انت بتعيريني يا مرات ابن عمي، بتعيريني على الاكل والشرب والنوم اللي بتقعديني فيها. حضرتك فاهمني غلط خالص، انا مش قصدي كده. امال انت قصدك ايه؟ هفهمك دلوقتي. المحامي نجاتي الفيومي بيكلمني اكتر من مره عشان عايز يخلص اجراءات الميراث وكده، ومستني الحاجات اللي انت قلت له عليها وانت طبعا مش فاكرها. لا ما هو انا مع الصنه ده مش عارف ايه الحكايه دي.
عندي ذاكرة النسيان في هنا عندي ناسي على طول. أنا مش عارف الشنطة نفسها يعني مكان الشنطة في قلب المكان النخاعي جوه أنا مش فاكر. ده إيه ده بقى ده زهايبر؟ زهايبر هو ولا زهايبر وان؟ شفت والله والله يا مرات ابن خالي أنا ما يعني أنا مش عارف أقول لك إيه. قلت لك مرات ابن خالي صح؟ شفت ده زهايبر ده هو أكيد لازم أستجم على فكرة. عايز أفتكر أنا بونوي ماشي لو معاه فنجان بقى وجنبيه حتتين سكر هتبقى حاجة حسن. اشرب الشاي. ما أنا هشرب الشاي بس هاتيلي أنت بس القهوة. أوي رنجك خطفني اصحابي انا صياد اتريكي ساكنة نحياني يا سلام يا اولاد. اوي اوي والنبي فين المد اوي مساء الخير يا بت. بت عايز مين؟ ايه اللي عايز مين؟ مش انا اللي عايز يا بت، انتوا اللي عايزين. احنا مش عايزين حد، فضل اطلع بره من هنا. اطلع بره انا حنكو تقول لي اطلع بره يا بنت القرعه؟ خش بدل يلا يا الراجل اللي جوه عندك. طب ثواني قولي له حنكو باشا واقف عندك قاعد بالريسبشن. استاذ نجاتي واحد اسمه حنكو المعلم. المعلم حنكو موجود. اوكي حاضر حاضر يا فندم اتفضل معايا. اتفضلي. قول لي يا مستر حنكو اتفضل اما تصفي شغلك اللي حواليك ده كله يعني هتاخد من وراك كام؟ 100,000 200,000 300,000؟ انا بصراحه عندي لقمه بغاشه ليك. بغاشه من ليه؟ هتخليلي بقي يعني؟ طبعا انا معاك هتخلي بقي. حنكو سد الحنك المحنك معاك. ماشي حس كده بقى في الحاله دي هنقسم سوا. هنقسم ايه؟ الشنطه اللي معاك. انت 7.5 وانا 7.5. اهلا 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 مدام حياه. اهلا نجاتي بيه ازي حضرتك؟ اهلا اتفضلي. اهلا 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 إيه مدام حياه اتفضلي. ازيك يا استاذ حنان؟ الله يخليك. طب اوي واشد انا بقى. لسه ما خلصناش كلامنا. ما خلصناش كلامنا. انا اللي مش هقدر. لا ما خلصناش ازاي؟ معلش بعدين بقى اجي لك يمكن عايزين تبوسوا بعض ولا حاجه. انا يا راجل لبوس ايه بس؟ لبوس انا بقول لك تبوسوا بعض مش لبوس. انا ما بقولش نبوس ازاي؟ ما يعني براحتكم يعني. لا يا عم مش هنبوس بعض. انا اللي ماشي انا مش هقدر اقعد. ليه مش هتقدري؟ ظهرها واجعه ولا مش هتقدر تقعد ليه؟ لا يمكن هي حامل. لا يا عم حامل منين؟ امال هي حامله هي ولا قول لي بس لا غير. يا استاذ حنكو ظهرها واجعه. لا ظهرها مش واجعه. هي قالت كده. ايوه فندم انا جايه اعزم استاذ نجاتي على حفله عيد ميلادي. يا ريت تحضر هكون مبسوطه قوي. حفله عيد عماد مين؟ هي قالت عيد عماد. مش قالت لك عيد عماد ماهر؟ قالت عيد ميلاد. عيد عماد ماهر. انت حالك وما بتسمعش سبع تقيل بتقول اعزم الاستاذ نجاتي على حفله عيد ميلادي. عماد بقى اللي هو جوزها. انا مش متجوزه يا استاذ. انت مش متجوزه؟ مش متجوزه؟ مش متجوزه. ازاي دي مطلوقه كده و ايه مش متجوز؟ ما مش متجوز. ده بص عامله ازاي؟ ايوه عامله ازاي؟ ده بعد عنك بارود واقف ينفجر في اي لحظه في اي. انا عن نفسي ايوه كرجل انا ما يكيفنيش الا الاشكال اللي زي دي. تعجبني. بيبقى من جوايا اثاره يعني. بتصار يا ابني. هتشرفني؟ ان شاء الله لازم حفله جوازك احضرها طبعا. يا سيدي عيد ميلادها. عيد ميلادها. عيد ميلادها مين؟ مش هتكلم. استاذ حنكو انتوا ما تعبانين ولا ايه؟ يا استاذ حنكو خدي العنوان بيتي. هتشرفني؟ ده مطعم ده ولا ايه؟ معقول هتسكن في مطعم؟ ده عنوان الفيلا. عنوان الفيلا هي عايشه في فيلا. مع عماد بقى. لا مش هرد عليك. مش متجوزها. مش متجوزها. حنكو حنكو يا راجل بلا سكرتيره بلا سوفت وير. يلا استاذنك انا بقى يا مدام حياتي. مع السلامه. ما تتاخرش.
انا اتاخر هستنيك. انا ينفع اتاخر؟ انا هجيلك انا هجيلك. اوكي بس استحملي بقى. في انتظارك. سلام. ها عملت معاه ايه؟ ولا حاجه، بيصيع عليا. لا وقال ايه؟ عاوز بوز بقى. ابوس ايه يا عم؟ جاي لك ببوزها قدامك. بوز انت ايه اللي رجعك تاني؟ انا نسيت الكارت بتاعي. ينبوع هل ولا ايه؟ بنمسع الانس. اهلا يا استاذ حنك. ببلاش استاذ دي، بحس كده ان في حاجه في رجولتي بتتهز. فشر. طب ايه رايك في يا معلم حنك؟ هموت انا. اتفضل. اوي انا بيب. نورت يا معلم حنك. اوي يا صلاة النبي. ايه ده ايه ده ايه؟ انت ايه عزمة الشيطان عندك ولا ايه؟ الشيطان ايه بس يخص عليك؟ ده الشموع دي كلها علشانك انت. الله ليه وانا عليا نادر ولا ايه؟ انت مفيش حد جه من اصدقاء السوق عندك ولا ايه؟ لا طبعا. فين الفريندز؟ فريندز ايه؟ الفريندز دول الحفلات كده لاي كلام، لكن عيد ميلادي ده لازم يكون الناس فيه فيري سبيشال، يعني الناس المقربين. المقربين شوية يعني. ولو قربوا حبتين ايه اللي هيحصل؟ لا لا ما يعني ايه يعني؟ لا مفيش حاجة. لا مفيش حاجة. امال ايه؟ لا ولا حاجة. مفيش أي حاجة إنه نهائي يعني لو قربنا حبة يعني. يعني المحبة دون حبة. نورت بيتي، نورت بيت نورشان آدم حياة النفوس. أنت صدقي جبتي أعز نجم سينمائية في هوليود الهندي ده؟ شاروخان ادم ده؟ شاروخان ده واد مرعب الواد ده، على فكره مكسر الدنيا. ايه اللي دخله في موضوعنا دلوقتي؟ ما هو ده مش شاروخان ادم؟ مش ده اللي ظبط مراته وهي بتخونه مع الكلب؟ اموت انا، اموت انا. انت دمك شرباص. بحضر افراح كتير. يبقى نطير الازازه بقى. يلا نطير الازازه بقى. يلا اساعدك. ايه؟ ايه؟ يا اختي ايه؟ لا ولا حاجة. هات هات البطيخة. طب هات البطيخة. البطيخة هي. ايوه حط. اه هات. هوبا. لا لا من القلب. لا من القلب. محبة. محبة ايه؟ والنبي محبة. لا دي بص دي بص دي محبة. طب هروح اجيب شوكة. شوكة ليه وتلوث البطيخة ليه؟ هتجيب شوكة تروح ملوثة البطيخة؟ انت ما سمعتيش عن التنوث الكبدي؟ التنوث الكبدي. طيب امسكي يلا. استنى هاخد حتة. يلا تبي تغيري العيل ما تمسكي. استنى. ها ايه رأيك بقى؟ حلوة وطعمة قوي. اه طبعا. احنا بنعمل ايه؟ ناخد تزن عشان نعمل دماغ. ايه المشروب ده؟ ده مالي الغسيل؟ كنت غسل الفانيلا بتاعته ولا ازاي؟ غسيل ايه؟ طب استنى استنى استنى. انا عندي هنا مشاريب حلوه قوي، عندي فودكا وشامبين، عندي حاجات كتير. ده ايه عيالك دول ولا مين دول؟ عيال ايه؟ مشاريب. مشاريب؟ ايوه. ماشي يلا هات حاجه بتاعت الجروح يعني. براحتك يا غزال. وبين شطين والميه عشقكم يا غليل عليا. اوي دخلي لتا بينها تيس تيس. لا سيبك بقى من ده. خد الفودكا دي. ده ايه ده؟ فودكا. ده ايه؟ مشروب اسمه فودكا. فودكا؟ والنبي انت اللي فودكا. ما تنزلي تقعدي هنا، انت قاعده محسسني انت نازله محطه فيصل.
عاطفي من قاعده انزلي اقعدي على الارض. انا اقعد على الارض؟ ما تقعدي على الارض. ايه يعني قعدت على الارض يعني انت ايه يعني ما تخليكي متواضعه ولا احنا ايه؟ خلاص مش كلها اولاد ايه؟ خلصنا. امال ايه؟ اهو اسقطي. سقطنا. ايوه كده اسقط يا غزال. يلا تشيرز. ها؟ تشيرز. ومن اولها كده لا تشيرز. بقول لك تشيرز يعني صحتك. اي اي تيس ايه الحلاوه دي؟ انت جايباه بالكابين ايه ده ولا ايه؟ ده بيهضم جامد قوي. والنبي محبه. محبه عشان خاطر سيدنا النبي. لا لا اخش انا يعني؟ اخش على بركه الله. اوي تستنجي ولا ايه؟ انت منور ده باين عليها سكران. صحيتك هتتكهرب وشعرك. ايوه طيب الله يلا بقى واحدة سيلفي او عديلي. كمان واحدة. حلوة؟ حلوة. يلا يلا. أيوة هات يلا. لا لا مؤاخذة معلش. أوي 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 أوي. حنكو يا عيون حنكو. عايز أحكي لك حدودة. أحكي لي حدودة. لسه هتحكي لي؟ ما أنت خلاص حكيتي لي. وانا حكيت لك حاجة؟ يو ده انت حكيت لي رايحة جاية رايحة جاية حكايات ودوشة قد كده. حتى كباب بالعمارة تم اخر حاجة وصلنا لها لما رحت تقابلي عاصم سنجاري. بتهيألي انا حكيت لك كده؟ وانا يعني انا هخجبه من عندي. هتخجبه من عندي انت اللي قلتي وانت بتتكلمي. حنكو كملي. ايوه عايزه اطلب منك طلب من فضلك. تحت امرك اطلبي بليز. ايوه انا عايزه بقى الشرايط بتاعت الوزير المتسجله وبتاعت ابو دوم. يا سلام. بس كده؟ عينيا بجد؟ طبعا. تعرف انت لو عملت كده انت هتبقى ريل ريل جنتلمان. ايه برابير جنتلمان دي؟ برابير ايه؟ تبقى ذكر يعني ذكر كده. لا انا من ناحيه ذكر فانا ذكر. اوكي امال ايه؟ هتديني بقى شرايط؟ طبعا. بس انا ليا شرط بسيط كده صغير. اشرط كل اللي انت عايزه. كل اللي انت عايزه. ارقصي لي. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده انت بلدي قوي رقصي وكلام بلدي. ايه وبسره ايه؟ ايه اللي جاب الرقص للبلدي والموالح والمانجا؟ ما تقوم يا مانجا فرجيني نفسي. في ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. الله يبقى انت مش ست على طول. فشر. يلا فرجيني هزيها الناس لبعضيها. Thank you.
ايه ده؟ ده كنت بلعب انا و رنا بنت ابن عمي. حلوه؟ حلو. انت زعلانه ولا ايه طيب عشان بلعب معاها؟ لا بالعكس. امال ايه؟ انا مبسوطه قوي ان رنا فرحانه بيك ومبسوطه بيك وتعلقت فيك كمان. متعلقه فيا؟ ليه وانا شماعه ولا ايه؟ طب انتوا ايه اللي مقعدكم هنا في قلب ال بالليل؟ ها؟ ايه ده عشقاش الهلك ادخلها لي جوه فوق؟ لا ممكن توصلها حد الباب بس. اوصلها لغايه الباب؟ طب هتدفعي بونديره ولا كريتت؟ يلا يا رانا روي حبيبي يلا تعالي يلا أبا حليب يا لبن يلا حبيبتي ماما ايه يلا يا مرات ابن عمي. حاضر. بقولك يا مرات ابن عمي وما انت بتعملي ايه بالليل؟ مالكش دعوة خليك في حالك. خليني في حالي ازاي يعني؟ بقولك ايه هو انا يعني ممكن اسألك سؤال؟ اه طبعا انت مرات ابن عمي ومن حقك عليا انك تسأليني سؤال. طب هو انت ليه يعني مصمم انك تبات هنا يوميا؟ والله مرات ابن عمي لازم احميها وبنت مرات ابن عمي لازم احميها ودي وصية المرحوم عاصم سنجاري ودي وصية واجب مكدس. اه بس مش غريبة يعني انك تنفذ وصية عاصم مع انه يعني طول عمره بيستعر منك؟ اقول لك على حاجة كل واحد بيعمل بأصله بقى احنا لينا ايه غير العمل الحسن الرضي. هات البنت هتجيب البنت؟ احنا بنلعب بصرة ولا ايه؟ هات الشايب. طيب نزل البنت هنا وهتنزلي بالتسعة تاكلي ولا ايه؟ تصبح على خير يا ابن عمي جوزي. وانت من اهل ومرات ابن خالي. اوي وبعدين بقى في صوتك الزفت ده؟ في هرس عندك باين بتمعنع. انا اللي بتكلم. وانت من اهل ومرات ابن عمي. اوي بنتي دي حاسه بحاجه. اه والله حاسه بحاجه. وحاسه الست لما بتكون حاسه بتبقى حاسه زي الحساس بتاع العربيه بيزرط قبل ما يخبط. دي حياه النفوس حياه ام حياه النفوس دخل لك الكبد ونفوس وكلاوي يا اختي على الراس سنت. رنجك خطفني من اصحابي وانا بس صياد اتريكي ساكنه ناحيتي يا سلام يا ولاد. ايه ده؟ مدام حياه مدام حياه مدام حياه قومي. ايه اللي نايمك كده؟ شش. مدام حياه اصحي قوم. ايه ده؟ يلا قوم. ايه اللي نايمك كده؟ ايه ده؟ معلش اعملي لي قهوه دول. حاضر. يا نهارك اسود وحياه امي هطلع عينك. فريده انت يا بنت فريده افردي رجلك بقى. ايوه افرديها خالص. وانت هتحسي ان انت عامله زي الايه؟ حاسه بيه انت بقى؟ حاسه ان انا عصفوره بتبلبط في السما.
ايه دلوقتي؟ كويسة؟ كويسة الحمد لله. الحمد لله. هو انت عرفت مكان البخاخة ازاي؟ ها؟ اللي عرفت مكان البخاخة ازاي؟ ما هي رانا قالت لي. انا؟ ايوه انت كنت داري انا في حاجة، ده انت كنت في ملكوت تاني. والله يا مامي لا، انا افتكرت حضرتك اللي اديتيها له. ها رانا، احنا قلنا ايه؟ قلنا اللي بيكدب بيروح فين؟ بيروح النار. ها صباح الخير يا مدام هاي. اهو جهنم وصلت اهي. صباح النور، اهلا بخير. ابدا، عايزه الاستاذ حنك في كلمتين. اه طبعا، اتفضلي البيت بيتك. هبعت لكم الشغاله تعملوا لكم حاجه تشربوا. ميرسي. يلا يا رنا. انطري. اوي ممكن بقى تقولي انت اخرك ايه؟ انا ماليش اخر. حنكو ملوش اخر، خلاص حنكو طلع على الطريق وملوش يوترن ولا اي دايره تيجي معاه. انت هتستعبط عليا بقى، بتبعتلي صوري على الواتساب وانا سكرانه. اما هي وصلت؟ يا سلام. خلاص ما دام بقى وصلت بقى، انا بس حبيت اعرفكوا ان انا عرفت. عرفتوا كلكم؟ تتكلم بالجمع. ده انا هتكلم بالجمع وبالطرحه وبالاسم كمان. اعرفوا كلكم سياده الوزير، فادى ابو دومه 15 مليون اللي سعادتك نمت عليهم وانا ما اتكلمتش وطلعت راجل كده وبصمت معاكي. كان ممكن بمنتهى البساطه تليفون صغير لسياده الوزير قالوا اشارات ابدا عمليات لا بلا بلا، فجاه سعادتك فطوره بالوزير الخاصه بتاعته. مدام حياه النفوس، احب اقول لك اذا كنت فاكره ماما عاصم، لا انا حنكو سنجاري. هو عاصم، انا حنكو. انا اعمل من عاصم سنجاري ده 18 عاصم. تبعبعت بحاجات في قلب السكر بتاعك اللي كانت تيجي على البال ولا على الخاطر. لا على البال ولا على الخاطر يا حياتي. وانا ساعتها افتكرت الشرايط فيه، والشرايط خلاص بقوا في حوزتي دلوقتي. طب والمطلوب؟ الله، احب كنت ناعمه قوي، بموت في النعومه بتاعتك. حلو قوي. المطلوب ايه؟ اللي خدتيه من المرحوم يرجع لابن عم المرحوم حنكو سنجاري. حاجة بسيطة جدا، هتكلم سيادة الوزير تقولي له يا سيادة الوزير تصور انه عاصم سنجاري خد ال 15 مليون ومات وما نعرفش هما فين، وحلال عليكي مش هنطبع حرف. شفت انا جدع ازاي؟ 15 التانيين بقى بتوعي هجيبيهم ازاي؟ هتقولي دول لحنكو ابن عم المرحوم، حقه ده ديل جديد وكده؟ يبقى سكت الكلام وكده مات الكلام. الحمد لله على السلامه يا مرات ابن عمي. مساء الخير. مساء الفل. على الله انها تكون كانت فسحه نميسه. كنت فين؟ في الجيم. انا بسال سؤال واضح ومحدد ومتحزز كمان، انت حضرتك كنت فين؟ قلت لك كنت في الجيم. لا اله الا الله يا مرات ابن عمي، انا دلوقتي بسال سؤال واحد بس، انت كنت فين؟ انت عرضي وعرض ابن عمي، وعرض ابن عمي وعرضي، يبقى العرض عرضين، فانا لازم اغير على العرض بتاع ابن عمي. انت كنت فين؟ بقول لك غريبه قوي، عاصم عمره ما سالني سؤال زي ده قبل كده. لا سوري بقى، يعني كذابه لانه سالك. وانت بقى عرفت منين؟ ها الا عرفت منين؟ ده ابن عمي وانا عارف انه دمه حر، لا يمكن يقبل بحاجة زي كده. انت ايه نظرك راح ولا ايه بتبص لي كده ليه؟ ايه انت ايه؟ انت ناوي تخوني عاصم ولا ايه؟ تبقى عبيطة الست اللي ما تعرفش جوزها من نظرة عينه يا عاصم. عاصم ايه؟ انت شاربة سبرت ولا بس؟
بس كفاية ليه بتعمل معايا كده؟ طب بس بقى بصي لي هنا. طيب بصي لي هنا. بس ابص لك علشان انت وحشني بس مش قادر مش قادر اتصور انك تعمل فيا في بنتك كده. ليه؟ الخوف عليك وهاب، الخوف عليك. كانش في حل تاني قدامي غير كده عشان احميكم. من مين؟ من مين؟ هم اللي دبروا حادثه موتي وكانوا عايزين يحرموني من احلى واطعم حاجه في حياتي، بيتي، مراتي وبنتي. وعشان احميكوا كان لازم ابقى ميت في نظرهم، اظهر لهم بخلقه تانيه خالص، خلقه اول ما يشوفوها يحسوا انه في خطر عليهم. غصب عني يا عيال، غصب عني، مش هيتحلوا من ايدي الا ما فيش الحقيقه. انت مين؟ انت مين؟ انا عاصم حبيبك. لا انت مش عاصم. الله يحبك. لا انت اللي ممكن تكون عاصم ده، انا حبيته واتجوزته. انا هاخد رنا واروح بيت بابا. يا ريت البنت ما تاخدش بالها من حاجة بعد اذنك. مامي في ايه؟ في ايه يا انكل حنكو؟ لا يا حبيبتي ابدا، لا اله الا الله. يلا يا رب. سحانكو بنمسي بنمسي على الأنس والفتحة، الفتحة على الخاين وابن الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أوكي أنت وفين؟ لحظة واحدة، أنت إيه من الديانة البوذية ولا إيه؟ لحظة واحدة ولا تضلين أمين. أنت وفين؟ أقول لك أنا بقى أنت وفين؟ إيه؟ التسليم والاستلام ده تابعي انا، انا اللي حدده امتى وفين والساعه كام. انتظري مني تليفون ما بين العصر وبين الفجر. اوكي اوكي. ليلتك عسل يا عسل، ليلتك زفت يا زفت. قصدك عسل بس اسود. قول كده. عسل اسود، عسل اسود. انا ليه مزاج انا في العسل؟ هي عايز لحظه ولا ايه؟ مش عايز منك حاجه. ميرسي يا مدام. العفو. ممكن اعمل حاجه؟ تعمل ايه؟ ارجع السمانه مكانها. بس العيد قرب يا حاج. ايوه. الاوزي اوزي برضك، الاوزي اوزي، شد في الغوزي. اوي اوي اوي.
اوي 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 زي ما فهمتك يا مليدي، مش عايز بكرة أي خطوة تحصل غلط، كله بقى مشدود على الشعر، فاهم؟ ألو أستاذ نجاتي، قابلني الساعة 8 في المعادي. أيوة أستاذ، حالكم؟ مدام حياة قابليني الساعة 8 في المعادي. حياة؟ أنا مش حياة. أوي 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 أوي. اتفضل يا عجاتي بيه، وارم الباب. يا سيدي عجاتي عجاتي، بتدلعني يمكن. وأنا يجيني أعز منك، ده أنت ايه هنا؟ انت هنا؟ ادي المركب ال الشراعيه، وادي علبه الشبكه. كله هيفرح وكله هياكل هم يا جبل. نسمع يا فادي بيه، خلي بالك نسمة الوسيط عليك، انا راجل عندي التزامات وقصه الكريم يقرب، ما تحسوا بينا بقى يا اخي. اهني نفسي بالارض ومش هنختلف. وانت عارف مين كان حيموت على الارض دي؟ ربنا يكفينا شر الموت وسرد. اوي ميرسي يا حنكوي، وفيت بوعدك. $15 مليون زي ما اتفقنا بالظبط من غير اي دوشه. انت ست محترمه. ميرسي، واحنا ناس كلمتنا واحده. ليس ثقة فيك ولكن ثقة في الفلوس. خد يا ابني افرز. هتتعشى. تمام قشطة. طب وانا كله جاهز يا متر، معقولة ال 15 مليون بتوع سعادتك؟ يا ريت. تقريبا 15 مليون. لا هم 15 ان شاء الله. انا اتشرفت بالتعامل معاكم. أوكي. باي باي. باي باي. باي باي. مع السلامة. حقيقي انا سعيد قوي بمعرفتك يا حنكو. انا اسعد يا عجلتي بيه. عجلاتي عجلاتي. سلام، اشوف ورشك بخير. مع السلامة. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ممكن شنطة العربية؟ معاك نجاتي الفيومي المحامي. غني عن التعريف، بس دي شكليات وحضرتك لازم تبقى قدوة للعربيات اللي واقفة. أوي تحت أمرك. تحب أنزل أنا أطلع؟ أيوة يا فندم. خلص يا ابني. أسفين على العطلة يا فندم. لا ولا يهمك، ربنا يحرسكوا يا ابني. على فكرة ده الكارت بتاعي، إذا صدفتك أي مشكلة أنا تحت أمرك. ميرسي يا فندم، اتفضل. عايز مين؟ الزبالة. طب اطلع قدام شقة رأي. ليجي عاصم باشا بيقولوا ان موكلي الاول بصفته وزيرا باع قطعة ارض من املاك وزارته لموكلي الاخر
بكام؟ ب130 مليون جنيه، في حين ان الثمن الارض الحقيقي يتعدى المليار جنيه. اذا احنا بنتكلم في عده اصفار تنقصنا عن هذه الحسبه. وبتقول النيابه ان هناك تسجيلات بين الوزير في امر من النائب العام بتفتيش المكان. بزور يا فندم. تمن الارض، تمن الارض بالضبط، فهل هذا معقول؟ وبعدين ليس هناك اي ادله على ذلك يا سياده الرئيس. الادله موجوده في التسجيلات يا سياده الرئيس. فلنسمعها اذا يا سياده الرئيس، فلنسمعها وليسمعها الحاضرون وتصورها الفضائيات وتنشرها الصحافة، وحينئذ سوف أنحاز لجانب الدولة والشعب في استرداد حقوقهم. نعم، وليس هذا فقط، لا، بل إني سأصبح خصما لدودا لموكلي الإسلام. أين هذه التسجيلات؟ ايه اللي مشغله ده يا سيادة الوكيل؟ ما هذا سيادة الرئيس؟ هل أصبح الوزير مطربا في الأفراح؟ ما هذا؟ إذن ليس هناك قضية يا سيادة الرئيس. لا هناك قضية يا سيادة الرئيس، والشرايط اهي. تفضل يا سيادة الرئيس. التزامات وقصه الكريم يقرب، ما تحسوا بينا بقى. انت مين؟ عاصم سنجاري يا فندم. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم لو الحق. الشرايط دي وصلت ليك ازاي؟ عن طريق ابن عمي حنفي، سلمها لي وقال لي لازم الشرايط دي تروح للمحكمه لو حصل لي اي حاجه. هو فين ابن عمك؟ الله يرحمه. ولما سمعت الشرايط سعادتك اتاكدت ان هو اتقتل وماتش موته طبيعيه، ودي شهادة وفاة حنك وابن عمي. اتفضل يا فندم. وفي كيس عند سعادتك هنا اللي اديته لحضرتك، موجود فيه الشرايط وموجود فيه البطاقة بتاعته وموجود فيه تليفونه، في فيديو مهم جدا لازم تتفرج عليه لمدام حياة النفوس يثبت انها متورطة في نفس القضية يا سيادة الرئيس. أنا عايزة بقى الشرايط بتاعة الوزير المتسجلة وبتاعت أبو دوق. الله، ده أنت طلعت وسيط مهم جدا في القضية يا مدام حياة، ما قلتيش ليه من الأول؟ ده سيادتك أمر ضبط وإحضار المحامي نجاة الفيومي. يتم التحفظ على السيدة حياة النفوس نورشان آدم ونجاة الفيومي المحامي. أنا؟ أيوه أنت. ليه؟ ليه؟ ها؟ أصلهم ظبطوا عند حضرتك فلوس مزوره. اخلص يا ابني. قولي قولي. وانت انت مدام حياة النفوس نورشان آدم، تحياتي. و قولي قولي قولي. رفعت الجلسة يا عم الحاج. نظرا لما تقدم من أدلة لهيئة المحكمة الموقرة، قررنا التحفظ على كل من حياة النفوس نورشان آدم ونجاتي الفيومي المحامي وإعادة النظر في القضية برمتها. رفعت الجلسة. محكمة! حلو قوي المكان ده. يا عاصم ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ شكسبير. ها؟ شكسبير. شكسبير؟ أي شكسبير ولا صغير؟ ميرسي يا شكرا. ميرسي.
انا بدي اروح. ربنا يخليك يا حبيبي، على فكره باين عليه اكل حلو قوي قوي قوي. مش بتعرف تعمل الاكل ده هيا؟ واحسن منه كمان. لا والله. يا هيا، كان نفسي تشوفي حياة النفوس وهي تقابل المحكمة واقفة وشها ميت لون وكلبشة بتحط في ايديها. طيب بمناسبة بقى الكلبش، تسمح تديني ايدك؟ الكلبش ده يفضل في ايديك مدى الحياة، ما تقلعوش من ايديك ابدا، فاهم ولا لا؟ معبر. سلام عجبني المكان. تدوق السلام يا روحي. مساء الخير مستر عاصم. ميه لو سمحت. الله يخليك. ماجد بيه وجدي رجل الاعمال كان عاوز ياخد ميعاد من حضرتك والكارت بتاعي. ماجد بيه اللي هو بتاع قضيه الاثار اللي قلب البلد اللي من دول مش كده؟ وهندفع كل اللي تطلبه. طب حاب اقول لحضرتك ان انا بس بطلت الشغلانه دي من زمان، خلاص مش هرجع لها تاني، احتمال افتح معرض عربيات. هيديك 5 مليون جنيه مبدئيا لو سمحت. ولا مبدئيا ولا انا قاعد انا والمدام بنتعشى، فمش ناقصين ده في دماغي. معلش بسرعه انا خلاص. Thank you.